اما بقى حيثيات خلي بال حضرتك احنا عمالين نسمع اخطاء وحاجات غريبه جدا بتتسمع، اشمعنى الحاجات دي ظهرت دلوقتي؟ انا متاكد او انا تاكدت بنسبه 100% ان هناك كلام بيتقال لمجرد ان انا اعمل فيديو اطلع على البث المباشر على الفيسبوك مثلا او على اي وسيله وسائل من وسائل التواصل الاجتماعي عشان اعمل فيوز، فاطلع اقول ايه؟ والله كابتن سيد عبد الحفيظ ده عمل اكرم توفيق مش عارف ايه، واصل سيد عبد الحفيظ عمل ايه؟ فانا رايي ان حيثيات القرار تخص مجلس اداره النادي الاهلي واداره الكوره، و محدش ملزم بإعلانها للرأي العام، وجهة نظري. والكلام اللي أنا بقوله ده جمهور الأهلي فاهمه كويس. جمهور الأهلي فاهمه كويس. عشان كده بتلاقي جمهور النادي الأهلي إذا كان زعلان، لا هو زعلان فعلاً على كابتن سيد، ولكنه سيكون أول الداعمين لكل هذه القرارات في مختلف الملفات. حصلت قبل كده. حصلت كتير قبل كده. ويظل جمهور النادي الاهلي هو الداعم الاول في كل شيء. لان ده ما بيحصلش غير في النادي الاهلي.